زي ما احنا كده شفنا، هي مصر بتتكلم عن نفسها في مونديال اليد الحمد لله يا رب، سواء على يعني مستوى منتخبنا الوطني او حتى بالتنظيم او بتصدير الصوره الحضاريه للناس كلها. النهارده منتخبنا كمان في مهمه قويه، اللي احنا بنتكلم عن منتخب سلوفينيا ان شاء الله تحسم للاهلي، وبنتكلم هنا يعني التاهل بقى لدور الثمانيه، ويكفي كمان ان احنا نقول منتخبنا يعني التعادل بس باذن الله هنفوز. احنا يعني مش عايزين بس نتعادل، عايزين ان شاء الله نفوز، هي هتكون مباراه قويه. هنتكلم على كل حال يعني عن المنتخب، وكمان استغلال البطوله زي ما انا وكريم كنا بنقول في بدايه الحلقه سياحيا مع ابنه النادي الاهلي، هي منورانا مي هشام كابتن فريق يد الاهلي السابق وكمان مدير الترويج السياحي للاحداث الرياضيه بوزاره الشباب والرياضه حاليا. يا صباح النصر. صباح الفل. منورانا، اهلا بيكي، سعداء لوجودك معانا، وعندنا طبعا مواضيع كتير نتكلم معاكي فيها، وعندنا ملفين مهمين، يعني ملف يعني البطوله وكره اليد وفكره الترويج للسياحه، فعلا الترويج السياحي من خلال فعاليه دوليه بالمعنى الحرفي زي دي. فتعالي نبتدي معاكي من الاول خالص، بس نتوقف للحظات عند مباراه النهارده ورؤيتك لمباراه النهارده ولقاء مصر وسلوفينيا الساعه 7 ان شاء الله. مباراه النهارده قويه جدا، ويتوقف عليها ترتيب، ويتوقف عليها تحديد احنا فين وهنقابل هنقابل مين الناحيه الثانيه من المجموعه الثانيه. فده مهم جدا ان احنا نكسب، يعني انا بعترض مع حضرتك التعادل مش لا، يعني على فكره ده اللي انا بقوله، مش عايزين نقولها اصلا يعني الموضوع ده يعني عارفه هو بيقول لك ايه، احنا الناس تقول لك يا رب ما نخسرش، لا احنا عايزين نفوز ان شاء الله، البطوله دي كلها تبقى مصريه باذن الله يا رب. طيب ماتش قوي، وكان في ماتشات اقوى، ولكن برضو الحمد لله احنا زي ما بتقولي كده مش بتحصل مفاجآت بس بنتوفق، يعني احنا برضو فريقنا مش سهل، وعندنا لعيبه اثبتوا نفسهم، نتكلم كمان عن احمد الاحمر، يعني وفي الاول وفي الاخر ده لاعب منتخب مصر اكيد، فاداء رائع على الارض كان بيتم. خلينا برضو انت يعني الملف ده بتاعك، ازاي شايفه رؤيتك كده ان شاء الله لو فزنا النهارده بقى اللي جاي ايه، عشان برضو الناس تبقى فاهمه، نبسطها لهم بس. لو كسبنا النهارده هنشوف النهارده تقريبا ما اعرفش السويد هتلاعب مين، هنشوف برضو النتائج، بس احنا عامه موقفنا جيد جدا لحد دلوقتي، معانا 6 نقط والسويد معاها 6 نقط، احنا عوضنا بقى الماتش، احنا عوضنا بقى التفصيله دي. سوليفينيا 5 نقط، فيعني لازم نكون احنا متصدرين بالظبط، على الاقل نطلع على تاني مجموعه.